السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، لما بنيجي نقول يا جماعة ان يوم القيامة 50,000 سنة، ايه الخواطر اللي بتيجي في ذهنك لما تسمع كلمة 50,000 سنة؟ 50,000 سنة ده انت عمرك بعد ما نشيل منه النوم، وبعد ما نشيل منه 15 سنة اللي انت كنت لسه ما بلغتش فيهم، وبعد ما نشيل منهم الاكل والمواصلات و و و، مش هيفضل فيه 50,000 ساعة. فتخيل انك هتتحاسب على 50,000 ساعة في 50,000 سنة. تخيل انك انت هتتحاسب على الساعة في سنة. يا اخي الكريم، يعني عايزين يا جماعة نفكر في الموضوع ده من زاوية ايه؟ اذا كنت في الدنيا بتاخد سنة كاملة تستعد فيها عشان تدخل لجنة امتحان ساعة، انت في الاخرة كل ساعة خدتها في الدنيا بتدخل فيها لجنة امتحان سنة يوم القيامة. 50,000 سنة ده من يوم ما سيدنا ادم نزل على الارض لغاية الوقت ما جاش 7-8,000 سنة. يعني انت هتقف يوم القيامة اطول ما من يوم ما سيدنا ادم نزل على الارض لغاية الوقت، بل اطول يعني مرات عديدة. يعني الدولة الفرعونية 30 اسرة، والدولة الاسلامية العباسية والعثمانية والاموية والقرن ال19 والقرن ال20 بكل الاحداث بتاعتهم، كل ده ما يجيش حاجة في 50,000 سنة. وتيجي في الاخر بعد ما الواحد روحه تطلع هو لسه قد ايه، فواحد يقول لك هانت خلاص ما عادش غير 100 سنة، 100 سنة بس ونخلص الحمد لله، ده قربت اهي. 50,000 سنة يا جماعة انتظار. ده لو اتقال لك انت بعد ال50,000 سنة دول رايح الجنة، برضه عذاب الانتظار هيسلسلك في المدة ده ايه. بل في لحظة ما يتحدد مصيرك، لحظة ما الكتاب هيتطاير ليمينك ولا يسارك او شمالك والعياذ بالله، لحظتها الرعب اللي هتدوقه، يعني اقصى لحظة رعب وانتظار دوقتها في الدنيا كان امتى؟ واحد قريبك وحبيبك قوي دخل عمليات في حادثة وانت مستني يطلعوا يقولوا يا مات يا اما ربنا انقذه، او مثلا واحد طلع له ورم قريبك او حبيبك او انت وقالوا ده ممكن يبقى ورم خبيث وخدوا عينة يحللوها ومستني نتيجة التحليل تطلع حميد ولا خبيث، ايه اكتر لحظة قضية؟ يا يطلع اعدام، يا يطلع مؤبد يروح فيه العمر، يا يطلع براءة. ايه اخطر لحظة انتظار عشتها في حياتك؟ كل ده ولا حاجة في لحظة انتظار كتابك هتاخده بيمينك ولا بشمالك. لو الموضوع كده يا جماعة يبقى لازم نحسبها صح، لازم نحسبها صح، بالذات انت يا اخت لازم تحسبها صح، لان الرسول مش انا عليه الصلاة والسلام قال ان اكثر اهل النار من ايه؟ من النساء اللي هيعدوا على الصراط من كل 1999 واحدة هيقعوا، اكثر 999 دول ايه؟ من النساء. يبقى لازم انت بالذات تحسبها صح. مستنية ايه؟ عايزين يا جماعة معلش يعني عايزين الليلة، لان الاخوات فعلا عايزين وقفة، انت مستنية ايه؟ مستنية ايه من دنيا ربنا قال عليها وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وزينة؟ مستنية ايه من دنيا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليها مالي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. مستنية ايه من دنيا الرسول قال عليها ان ربنا ما بتسويش عنده جناح بعوضة؟ مستنية ايه من الدنيا؟ ايه اللي انت منتظراه؟ يعني احد الشباب وهو بيشتغل في المعازف، يعني ربنا يتوب عليه، شاف رؤية من عدة ايام ان هو يعني كأنه مات، هو في الرؤية ان هو مات والناس خلاص بتكفنه وبتدفنه وبتاع، وهو حاسس بكل اللي حواليه بس مش قادر ينطق. وبعد كده حفروا له حفرة وبيدفنوه فيها، بيقول لما دخلوا الحفرة وردموا عليه ما هوش قادر يتكلم، فبدأ يبص حواليه لقى جثث وجماجم وهياكل عظمية على يمينه وشماله، فبقى مرعوب شوية، بيقول قلت خلاص استسلم، ده كل ده في الرؤية، قلت استسلم للامر الواقع انا مت خلاص. شوية ولقى منكر ونكير جوله. طبعا هذا الشاب يعني لم يكن متوقع ان يشوف رؤية زي دي ابدا. ليه؟ ده هو بيشتغل في المعازف يا جماعة، يعني مش يقرأ قرآن ونام شافها فممكن القرآن يعني يضل، لا ده هو مش في دماغه هذه الاحداث اصلا. بيقول فوجئت منكر ونكير جايين، قعدوا يسألوا لغاية ما قلت ياه ده انا نفسي ارجع ساعة واحدة بس اقول للناس انكم لو رمشتوا بعنيكم هتتسألوا على الرمشة ده ايه، لو رمشت بعنينا هتسألوا على الرمشة ده ايه. بعد كده بيقول لما ذهبوا عنه جاء واحد قبيح المنظر جدا وفي ايده مرزبة كده، وظل يجري وراه في كل اتجاه وهو يجري حتى استيقظ على الهرب وهو قاعد يهرب منه وقاعد يدافع هذا الرجل. المقصد يا جماعة الشاهد احنا بنقول الكلام ده ليه؟ يعني رمشة العين دي ممكن نتحاسب عليها؟ انا بقول الكلام ده لاخواتنا اللي فوق، ان رمشة عينيك ممكن تتحاسب
عليها، ان اقل حركة وسكنة في حياتك ممكن تتحاسب عليها. مستنية ايه؟ مستنية موت الفجأة؟ مستنية ان القبر يضم عليكي؟ مستنية انك انت تلاقي نفسك ضربة البعث؟ مستنية انك انت تعرضي على الله سبحانه وتعالى؟ مستنيين ايه؟ ده المرة اللي فاتت واحنا بنتكلم على تقدر تقول لا لشهواتك ونزواتك، تقدر تبقى بصل، تقدر تبقى جبل. احنا عايزين نقول لك السؤال ده الليلة، تقدري تقولي لا لشهواتك؟ تقدري تبقي بطلة؟ تقدري؟ درس الليلة يا جماعة بصراحة كده وبين الاخر، عايزين نكلم الاخوات اللي فوق في الحجاب الشرعي السليم، عايزين نكلمهم في هذا الموضوع. بس قبل ما نتكلم في شرطين، الشرط الاولاني انك انت تفتحي قلبك معايا وتعيشي في كل كلمة انا بقولها، والشرط الثاني ان اخت من الاخوات المتبرعات تطلع تقفل اللي باب فوق كويس او التربسة، عشان مفيش اي واحدة تعرف تهرب مننا الليلة، عشان نقدر ان احنا نقول اللي على راحتنا. فعايزين نكلم الاخوات يا جماعة ونقول لهم انتوا مستنيين ايه؟ انا والله يا جماعه ما انا جاي اجرح في حد الليله، ولا جاي انتقد فيكي يا اختي، ولا جاي ان انا اقول لك كلام صعب عليكي، بالعكس ده انا اخوكي، احنا كلنا اخواتك، وكل واحده ماشيه في الشارع مش بس في المسجد اختي بحق وحقيقي، خايف عليكم اقسم بربي، بل لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انا بحب لنفسي الجنه، فانا بحب لك انت كمان الجنه، عشان كده انا بكلمك، وعشان كده لو شديت عليكي اعرفي ان انا يعني انا لو شفت اختي يا جماعه رايحه هتوقع نفسها في حفره فيها نار، وبقول لها حسبي، ومصممة انها توقع نفسها في حفرة فيها نار، هعمل ايه؟ هشدها في الاخر. فلو شدت عليكي لان انا بشد على اختي، حال يعني الواحد قلبه بيحترق يا جماعة والله، حال النساء الوقت وصل ليه؟ بقى عادي، عادي ان بنت تركب مع ولد في عربية، ده مين ده؟ انت مالك انت؟ عادي ان بنت تتمشى مع ولد، عادي ان يتصل بيها اصحابها في البيت، بل على القهوة الوقت عادي انك تلاقي بنت قاعدة في بعض القهاوي الراقية، البنت ممكن تقعد في القهوة بس القهوة الراقية بس، وممكن تشرب شيشة بس في القهوة الراقية بس، عادي في بلاد زي القاهرة واسكندرية انك تلاقي البنات ماشيين بيدخنوا في الشوارع، عادي، كل ده عادي. تقول لك ايه يعني؟ ايه يعني ان انا صاحب اكلم زمايلي؟ ايه يعني ان انا صاحبهم اصلا؟ ايه يعني ان انا اتصل بيهم او يتصلوا بيا؟ ايه يعني ان انا ارن له وهو يديني مسج؟ ايه يعني؟ ده يكلمها وده يقف معاها وده يبص لها وده يضحك معاها وده يتمشى معاها، عادي، كل ده حاجة طبيعية جدا. وايه يعني؟ وتلاقي نفسك بتستنكر، والشباب يا عيني غلبان، الشباب يمشي في الشارع بنات متبرجات، التلفزيون بنات متبرجات، الجامعة بنات متبرجات، المصالح والشركات بنات متبرجات، وتيجي تكلم والدتها تقول لك ده كتكوتة يا اخي، ده لسه كتكوتة صغيرة، يعني والله يا اختي انا والله ما مش هرد، بس انا اسألك انت بالله عليكي، انت شايفة نفسك كتكوتة؟ يعني انت شايفة تبص لنفسك كده، انت كده فعلا؟ يا جماعة احنا عايزين يعني واحدة ممكن في هذا الموقف تقول لك الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على البنطلون اللي ساترني والتونيك اللي مغطيني، والله مسجد السلام ده ما بيجيش فيه غير ناس معتدلة جدا، بس عيبه حاجة واحدة بس، ان المراوح بتاعته لو زادت شوية احسن الحر على اخر الدرس بيسيح المكياج كله، فبنخرج الميك اب بايظ من المسجد. يا جماعة احنا عايزين نتكلم، هو ده الحجاب؟ ده الحجاب اللي ربنا امرنا بيه؟ يعني انت بس شرب طيب، طب والقصة؟ طب والمكياج؟ طب والروج؟ وكريم الاساس؟ والكحل؟ والايلاينر؟ والاشياء ده؟ انا عايز اتكلم بصراحة، لان الوقت اذا كانت واحدة ما استحتش من فعل معين انا استحي ان انا اتكلم عليه، والمنوكير والكعب ال 11 سنتي والبنطلون الضيق والبلوزة الضيقة، كل ده فين؟ والاختلاط والضحك وكلام ده وكلام ده، كل ده يتسمى حجاب؟ تلاقي واحدة ماشية في الشارع دي محجبة، ده لابسة ايه؟ بنطلون ضيق وبلوزة مفصلة جسمها وقصة باينة من تحت الاشارب المثقوب المخرم ومسمينه اشارب، انت ايه يا بنت؟ انا محجبة الحمد لله، والتانية لابسة تونيك ولابسة اشارب صغير حوالين راسها مدخلاه من جوه البلوزة ولا التونيك اللي لابساها وجزء من صدرها باين، وكعب 11 سنتي وبرفان عاطف ومكياج عاطف، وما ايه ده يا بنت؟ انت ده انا محجبة والحمد لله، هو ده الحجاب؟ الفضائيات ضحكوا علينا ولا يا جماعة؟ والله بتوع الفضائيات ضحكوا علينا، لوثوا مخاخنا، الوقت الفضائيات تفتتح بايه؟ كليبات، كليبات ممولها اليهود عشان يفتنوا بنات المسلمين، البسوا زي البنات دول عشان تثيروا شهوات الشباب زي ما دول اثاروا شهوات الشباب، هو ده لا يمثل، هو احنا كده في المجتمع بتاعنا مستوى الانحراف بتاع اللي بيجي في الكليبات؟ لا، ولكن ده تمويل اجنبي عشان احنا نتهدم، عشان ديننا نتهدم، بعد كده الدين بقى، ربنا بقى، مش كله كليبات كده، لازم الدين بقى، يجيبوا لنا عم الشيخ، يا عم الشيخ، يا عم الشيخ حجاب بدون مكياج يا عم الشيخ، لا يجوز. الله
طب يا عم الشيخ البرفان يا عم الشيخ يجوز يا اختي يجوز. طب البنطلون يا عم الشيخ لو واسع فهو مباح ان شاء الله يا اختي. طيب يا عم الشيخ يعني كشف الوجه. والله يا اختي المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. ولو غطيتي وشك ففي هذه الحالة المكتوب على الجبين مش هيبان. يبقى اذا يا اختي لازم تكشف ان شاء الله وجهك. والنقاب لا اصل ولا فصل له في الدين. طب خطيبي يا عم الشيخ. والله يا اختي لو انت انسانة متحررة ومتحضرة ونصحة يجوز انك انت تخرج مع عادات حقيقية. ولكن لو انت ساذجة وقروية وريفية فممكن يضحك عليكي فلا يجوز انك انت تدخلي معاه. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ يا عم الشيخ اتقي ربنا يا عم الشيخ. هو الصحابيات لما كانوا بيتخطبوا للصحابة كانوا بيخرجوا مع بعض؟ لا. لا. طب كانت الصحابية بتروح تسأل الرسول وحاطة مكياج خفيف؟ لا. طب كانت الصحابية بتروح المسجد وحاطة برفان؟ لا. طيب هو ام سليم وام سلمة ونسيبة بنت كعب الناس دي كلها كانت بتمشي في الشارع بتونيك وبنطلون واشارة؟ لا. امال جبنا الفتاوى منين دي يا عم الشيخ؟ مش نطاق الا واحنا بنكلم الناس في دينها؟ مش نطاق الا واحنا بندل الناس على ربنا سبحانه وتعالى؟ فعايزين يا جماعة الوقت يا جماعة يعني والله الواحد ما هوش عارف يتكلم عن ايه. يعني الوقت انا عايز اكلم المتبرجة اكلم مين؟ اكلم المحجبة حجاب امريكاني ولا اكلم المحجبة حجاب موديل 2005 ولا اكلم يعني اللي كشف شعرها اصلا ولا اكلم اللي لابسه لبس الى حد ما محترم ولكن لسانه خطوات على الحجاب الشرعي السليم؟ اكلم مين؟ ولا اكلم بنات ثانوي؟ بنات ثانوي اللي بقوا جرح في قلب الامة دلوقتي. البنت بتاعت ثانوي دي الرسول سماها ايه؟ سماهم ذوات الخضور عليه الصلاة والسلام. يعني البنات لما بيوصلوا السن ده بيقعدوا في بيتهم بقى عشان عيب انهم يتكشفوا على الرجال. خلاص البنت هتتجوز بقى ذوات الخضور. قال الفلاحين يقولوا البنت استخبت. يعني ايه البنت استخبت؟ يعني وصلت للسن بقى اللي تقعد فيه في بيتها عيب عم يجي لها العدد بتاعها بقى. فالوقت طبعا البنت لما بتوصل ثانوي خدي يا بنت هات بنطلون جينز ستريتش وخدي يا بنت اعملي شعرك عند الكوافير وخدي يا بنت هات لك مكياج بقى وانزلي يا بنتي باب جديد من ابواب جهنم مفتوح على الشباب في الشارع. البنت طلعت بقى. ايه يا جماعه ده؟ احنا اتقلبنا من الحاله دي للحاله دي. لسه كتكوته ده لسه صغيره صغيره يا جماعه. حد ضمن عمره؟ انا يعني اعرف بنت وكانت من اجمل بنات الجامعه وكانت في يعني في كليه من كليات الجامعه شديده الجمال ويعني بتلبس ايه عايز تشوفها لابسه شيفون عايز تشوفها شوف اللي انت عايز تشوفه. وكان كل انظار الشباب حواليها. ومره من ذات المرات وهي قاعده تكلم الشاب المحترم قاعده تتكلم معاه فجاه جالها مغص. المغص بدا يزيد بدا يشد بدا يبقى معاه ترجيع. جروا على الدكتور في ايه؟ بيكشف. لا ده زايده لازم يتفتح بطنها حالا اهو. ازاي ما ينفع لازم يتفتح بطنها حالا اهو. دخلت اوضه العمليات دخل الدكتور بعدها او خرج الدكتور بعدها يقول لهم يا جماعه ده للاسف ما طلعتش زايده ده طلع ورم خبيث او ورم لعله خبيث او مش خبيث لما تحلل بعد كده طلع ان ورم خبيث شديد الخبث ولعله ورم خبيث ومال البطن كلها. الجمال بدا يذبل. هروق ولا مش هروق؟ انا ما بروقش ليه هتروق ان شاء الله. ويبدا اصحابها يبعدوا عنها وتبدا بقت لوحدها ويبدا المرض ياكل من جمالها وياكل من نظرتها ويبدا 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 لغايه ما بدات تحتاج دم. وصلوا لدرجه ان مش لاقيين دم علقوا في الكليه بتاعتها ان فلانه الفلانيه صاحبتكم عايزه حد يتبرع بدم. ما حدش راح يتبرع لها بدم. وبعد كده انتهى الامر بعد اللف في مصر كلها وبعد رحله الالم وبعد رحله السرطان وماتت ونفذت القضيه. ومن فتره شفت الشاب اللي كان يعني الشاب يعني شفت راكب عربيه وماشي ومشغل اغاني على اعلى صوت وماشي بيرقص جوه العربيه وهو ماشي. سبحان رب. ايه ده؟ حد يضمن عمره يا جماعه؟ انت مستنيه ايه؟ مستنيه ايه؟ مستنيه ان موت الفجأة يجي اختك؟ مستنيه ايه عشان تطيع امر ربنا سبحانه وتعالى؟ يا جماعه انا خايف ان واحده من اللي فوق او واحده من اللي بره تيجي في رقبتنا يوم القيامه تقول انتوا ما كلمتونيش ليه؟ انتوا ما حذرتونيش ليه؟ اختك تجي لك تقول لك انت ما حذرتنيش ليه؟ بنتك واختك واي واحده قريبتك لو انت لابسه حجاب شرعي سليم تيجي تقول لك انت ما كلمتنيش ليه؟ عشان كده احنا بنتكلم الليله. انت عارفه السيئات اللي انت بتاخديها وانت خارجه متبرجه؟ عارفه السيئات بتبقى قد ايه؟ تخيل انك انت بس مشيتي في شارع زي شارع شهاب كده لا طويل ولا قصير ولا مستحب ولا فاضي يعني في 2000 3000 واحد كده لو بصلك منهم 100 بس ب 100 بصه بس يعني كل واحد بص بصه 100 سيئه 100 سيئه وايه يعني مش مشكله. طب تخيل لو نزلت الجامعه يا اخت
دلوقتي الجامعة طبعا الشباب اللي فيها ما شاء الله بصت ايه بس ومش بصت ايه، ده لو من القلوب دي كلها 1000 واحد بس بصولك كل واحد هيبص كم بصة يا شباب، 150 كده 200 ادي 10 ادي 150 الف بصة يا ختيها، 150 الف سيئة. لو نزلت تتفسحي بالليل ده غير لو وقفت في الجامعة بقى مع شلة 5 6 وقفتلك ساعتين كل واحد على مدى الساعتين بصلك، لو عديت النظرات تتحلل تبقى 1000 بصة يعني حوالي 5000 بصة، ده غير لو ربنا رزقك بشاب يعني هيئة ارصاد جابتك من فوقك لتحتك ربع ساعة. شوف انت خدت قد ايه، تخيلي يا اختي انت واخدة قد ايه، انت عارفة انت راجع بيتك بايه لو نزلت بالليل بس تتمشي وتتفسحي. طبعا الوف الشباب اللي بره بتوع بالليل دول شباب بالليل بقى كل واحد هيبصلك مش هنقول 20 بصة 10 بصات، هترجعلك بحوالي 10000 سيئة. كل دي سيئات، ده كل ده ولا حاجة، ده انت لسه قبل كل ده وقفت ساعتين قدام المراية، ساعتين تعديل القصة تحت الطرحة، وساعتين تحط البرفان، وساعتين تعديل المكياج بتاعك ومحدد شفايف قبل الروج والكلام اللي انتوا بتقعدوا تعملوه، وكل ده متسجل عليكي عشان تبقى جريمة مع اعصابك الارصاد والترصد. وبعد كده تخرج الشارع واحدة بنت في اعدادي شافتك قالت انا هطلع زيك، مادام انت ماشيه بقى كله بيبصلك كده في ميزانك، شاب ملتزم جديد شافك انتكس في ميزانك، تلاقي في ميزانك 50 شاب انتكسوا ليه؟ بسببك، و50 بنت خلعوا الحجاب او مشوا عاريات ليه؟ بسببك. وتلاقي واحد شاب يعني شله مباركه كده بصت عليك وانت ماشيه كده، بس شله يعني، واحد منهم لما شافك شهوته صارت راح عمل عاده سريه في ميزانك، واحد منهم لما شافك راح سنة في ميزانك، واحد منهم لما شافك راح اتجوز عرفي في ميزانك، واحد منهم لما شافك نفسه اتفتحت قعد يبص طول الليل على اللي رايحه واللي جايه في ميزانك، واحده لما شافتك وهي لابسه حجاب جديد فتنت بنظر الناس ليكي خلعت الحجاب بتاعها في ميزانك، واحده ثانيه لا واحده ثانيه لبنتك الصغيره لما تكبر ان شاء الله، لما تخلفي وبنتك تكبر وتشوف صورك وانت شابه صغيره وتقول لك انت كنت كده يا ماما انا هطلع زيك انا كمان في ميزانك. شارون لو بص عليكي وشاف بنات المسلمين بالمنظر ده فرح وقلبه ينشرح، يبقى انت شمت اعداء الاسلام في الاسلام في ميزانك. شاب ملتزم جديد ولسه خارج من الجامع بص عليكي خشوع الصلاه كله راح في ميزانك، كل ده في ميزانك، كل السيئات دي في ميزانك. متبرشه مباركه ربنا تقبل منك الساعتين اللي وقفت فيهم قدام المرايه واثمر كل ده، كل ده على بعضه يجيله ايه؟ 1,000,000 سيئه. والله يا جماعه بتقلق اكتر من نص في اليوم. طب ده انت بقالك 5 سنين بالمنظر ده، 5 سنين في يعني حوالي كام، 2,000 يوم، 2,000 يوم كل يوم بحوالي 1,000,000 سيئة، احنا بنقع في مليارات دلوقتي مش في ملايين، ولسه هتفضل على المنظر ده قد ايه؟ وكل يوم عداد مفتوح وعداد شغال، وطول ما فساتينك في الدولاب العداد شغال ليه؟ لانها سيئات كاريه. البنت بتاعت اعداد اللي لبست زيك اقتداء بيكي دي الاخر عمرها في ميزانك الا ان تبتي الى الله توبه نصوحه. طب والحل ايه يا جماعه؟ يعني المشكله انك انت لما بتتكلم الكلام ده، طب دلوقتي يعني هل انت حاسه دلوقتي باكتئاب؟ هل انت حاسه دلوقتي بضيق؟ كنت في المستشفى من كذا يوم ومعايا واحد زميلي يعني فلقيته زعلان بالنهار، زعلان العصر، زعلان بالليل، زعلان مش عارف ياكل، متضايق، في ايه يا ابني؟ انا مكتئب وطهقان، في ايه يا اخي؟ اصل انا لسه خاطب من ايام وخطيبتي مضايقاني وتعباني وزعلنا مع بعض امبارح. قلت له يا اخي زعلتوا مع بعض ليه؟ حاجه بسيطه، حاجه ما تذكرش اصلا، لا تذكر. قلت له يا اخي بقالنا 30 سنة ما صلناش الفجر في الجامع غير 20-30 مرة فيهم، و30 سنة بصينا 100,000 بصة حرام، وسمعنا 10,000 اغنية حرام، ومنهم 2-3 سنين ما بنصليش اصلا، ما اكتئبناش ولا جالنا دي، واول ما بنت قالت لنا كلمة صغيرة الضيق والاكتئاب ركبنا. سبحان ربي، قال لي يا اخي تعجب الاكتئاب اكتر من المكتئب ليه؟ قلت في نفسي سبحانك يا رب، ده احنا مش بس مش عايزين نتعب عشانك، ده احنا مش عايزين نسعى لان احنا ما بنتعبش عشانك، ده احنا مش عايزين نحس ان احنا مقصرين في حقك. انت زعلانه دلوقتي ولا مش زعلانه؟ زعلانه ولا لا؟ ده يا جماعه التبرش ده انا مش عايز اقول انه معصيه، التبرش ده جريمه، جريمه والله العظيم، ما هو معصيه. ومش اللي انا بقول كده، انا ما بقولش كده، ولا انا بقول الافساد اللي انت عملتيه للشباب والبنات، لا 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 لا. وخدي بالك لو انت بشرب بس عامله كل اللي انت عاملاه في نفسك مش هتبقى اللي بصلك بنص سيئة، انما كشف شعرك بسيئة زيك زيها، مدام بقيتي فتنة، مدام فتنت الشباب زيك زيها. طب حكم رسول الله فيك ايه؟ انا والله يا جماعة بصوا العنصر ده بالذات، الكلام ده بالذات مش كلامي ولا عايز ادخل فيه كلام، انا عايز اقولك حكم رسول الله في المتبرجة ايه، وانت قيسي على نفسك. الرسول عليه الصلاة والسلام يصف المتبرجة بانها من اهل النار،
وانها لا تقرب الجنة بل لا تجد ريحها، ويصف التبرش بانه جريمة. اثنين، الرسول يصف المتبرشة بانها ملعونة مطرودة من رحمة الله. ثلاثة، الرسول يصف المتبرشة بانها ثانية ولا يقبل منها صلاة. اربعة، الرسول يصف المتبرشة بانها منافقة وانها من شر هذه الامة. خمسة، الرسول يصف المتبرجة بانها من صاحبات الكبائر التي تعادل الزنا والسرقة والقتل. ستة، الرسول يصف المتبرجة بانها من جنود الشيطان. عمرك شفت ذنب الرسول بيعظم قدره لهذه الدرجة؟ عمرك شفتها؟ يبقى اعرف الذنب ده خطرته قد ايه. الكلام ده انت جبته منين؟ جبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال يضربون الناس بسياط قذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يقربن الجنة ولا يجدن ريحها. ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال كده، والرسول حطك معه الظلمة اللي بيضربوا الناس بالكرابيج. ليه؟ لان الاتنين اجرام والاتنين هدم في الامة. ما هم زمان لما حربوا الامة بالمدافع والقنابل رجعوا قالوا لا لا، الناس ما ينفعش على الكلام ده، الناس ده عايزه كأس وغانية، كأس وغانية. طب الغانية دي هنجيبها منين؟ ما ينفعش نستورد غواني، يبقى الحل ان انت اللي تبقى غانية. طب العفيفة الطاهرة حفيدة عائشة وخديجة تبقى غانية ازاي؟ بسيطة، اول مرة نقعد نكلمها والتعليم والعلم وكشف الوش ونكشف لها وش فلانة الفلانية استورد سنة كذا، وبعد كده كشف الوش يبقى عادي، بعد كده يا ست ننزل لها مجلات الازياء تبقى ازياء طويلة وبعد كده تفضل تقصر 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 وعادي، وبعد كده تبدأ بقى تظهر بجلات فاضحة، هذا فستان يكشف مفاتن الظهر، وهذا فستان يكشف مفاتن مش عارف ايه. يا جماعة على سنة 1940 كان المجتمع المصري نساؤه منهارة اشد من التبرش الموجود دلوقتي، ونفعت المرأة المسلمة ان هي تبقى الغنية اللي يهتم بها الدين. ترضي انك تبقي قنبلة تنفجر في كبد الدين؟ ترضي انك تبقي سكينة يطعن بها قلب الدين؟ اديك رضيتي واديك وافقتي واديك سكتي. بعد كده يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في اخر امتي رجال يركبون على سروج كاشباه الرحال، عربيات، العربيات الرسول بيتنبأ بالسيارات اللي بيركبها الرجال، ينزلون على ابواب المساجد، تلاقي العربيات واقفة على ابواب المساجد والراجل نازل يصلي في المسجد وبنته ومراته في البيت شكلهم ايه؟ نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كاسنمة البخت العجاف، إلعنوه هن فانهن ملعونات، لعنوهن فانهن ملعونات. الرسول طرد ان الرسول يقول هيك كده؟ ده اللعنة دي طرد من رحمة الله، تطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. المتبرجة الثانية، طب ازاي؟ ايما امرأة استعطرت في بيتها ثم مرت على رجال فوجدوا رحام البرفان، ده تبرج. امال ايه؟ والمكياج تبرج، والقصة تبرج، كل ده تبرج يا جماعة. اي حاجة بتظهر زينت المرأة تبرج، والاختلاط تبرج. فوجدوا ريحها فهي زانية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة خرجت من بيتها الى المسجد مش الشارع تعصف ريحها، تعصف ريحها يعني البرفان بتاعها برفان عاصف برفان صارخ، لم تقبل لها صلاة حتى تعود الى بيتها فتغتسل. عايزة كمان ليه الرسول سمى المتبرجة منافقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات اولئك المنافقات. عايزة ليه الرسول قال ان التبرج من الكبائر؟ لما اميمة بنت رقيقة جت تبايع النبي عليه الصلاة والسلام، بايعها على ايه؟ تخيلوا يا جماعة بايعها على ايه؟ قال لها: ابايعك على الا تشركي بالله شيئا، مفيش كفر، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتين ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي، اسمع واسمعي يا اختي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية. الرسول ده الف به الاسلام كده، مفيش تبرج. يعني عشان بس نحط ايدك في ايد يعني 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 في ايد الاسلام كده تبقي على عهد مع دين ربنا، مفيش تبرج. ده رقم واحد
تبرج في الدين، وحط عدم التبرج مع عدم السرقة وعدم الزنا وعدم القتل كبائر. يا جماعة ده كل ده كبائر. تخيل الرسول لما شاف واحد بيصلي فالصلاة بتاعته سريعة وحشة، قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. لو رسول الله شافك الوقت دي اول حاجة مش هيبيعك، مش هيرضى يبيعك. تاني حاجة هيقولك ارجعي فتحجبي فانك لم تتحجبي. حتة الشرب ده مش حجاب، فانك لم تتحجبي. ليه يا رسول الله؟ زي الراجل اللي بيصلي بس ناقر. اهو ده حجاب بس حجاب ناقر. يعني يا جماعة الكلام ده لمين؟ الكلام ده يعني ايه متبرجة؟ متبرجة دي مش هي اللي ماشية خارجة من عند الكوافير. مين اللي قال كده يا جماعة؟ اللي ضربة شعرها في الخلاط قبل ما تخرج متبرجة، واللي كشف شعرها وعملها مش عارف ايه على ايه على ايه ولابسة باضي واسترتش وكعب متبرجة، واللي لابسة عشار بس لابسة جيبة بيبان نص رجلها لو قعدت، ولابسة كعب معرفش 9 سنتي ولا 11 سنتي وبرصان عاصف وبكيج عاصف و و و و و كل ده تبقى برضو متبرجة. انتوا عارفين التبرج ده يا جماعة كم عداد شغال فيه؟ انت عارفة كم عداد سيئات شغال وانت ماشية؟ عداد النظر الحرام ليك ادي واحد، عداد التبرج اصلا الوقفة قدام المراية ادي اتنين، عداد المكياج ادي تلاتة، عداد البرفان اربعة، عداد النمص لعن الله النامصة والمتنمصة خمسة، عداد افساد الشباب وافساد البنات الصغيرين ادي ستة. ستة عدادات على الاقل شغالة سيئات وانت ماشية. يبقى عايزين يا جماعة عايزين نقول الوقت الاخوات مستنية ايه؟ مستنية خبط ربنا في الدنيا ولا مستنية خبط ربنا في النار ولا مستنية عذاب القبر ولا مستنية اهوال القيامة؟ مستنية ايه؟ مستنية عقوبة الدنيا؟ يا اختي في الله يعني اني لك ناصح امين، والله العظيم ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وتحرمي رزق ايه؟ انت عصيت ربنا عشان تتجوزي الجزاء يبقى من جنس العمل، يتأخر الزواج. بل الوقت المكياج عاد يزيد والجواز يقل، وكل ما المكياج يزيد الجواز يقل. البنات تقول ايه ده؟ ده لابد ان السبب ان احنا مش متمكيشين نزود المكياج. يزودوا المكياج الجواز يقل. طب ليه؟ هو ده سنة ربنا، ده عقوبة ربنا سبحانه وتعالى، جزاء من جنس العمل. احنا شايفين اللي ربنا عمله في امريكا، 3 ولايات بالهوى، هوى اعصار ده اللي هو هوى يعني هوى، 3 ولايات بتتكسر وتدمر بالهوى بس سبحان ربه، مليارات خسائر عشان ربنا سلط عليهم الهوى بس، نفخة من لدن الله سبحانه وتعالى. انت مش خايف انتقام ربنا؟ مش خايف انتقام ربنا في القبر؟ لما تنزل القبر تتخيل انك انت هتلاقي في القبر، تتخيل اول حاجة انت تنزل القبر بتاعك وانت محجبة حجاب شرعي كامل لا يوجد له مثيل، 5 أو 6 لفات قماش ملفوفة عليك، نقاب حتى مش خمار، نقاب كامل، مفيش برفان الا لو حطولك كافور، مفيش مكياج، مفيش اي حاجة خالص. اللي كان بيحبك في الدنيا واللي كان بيبصلك في الدنيا مش هيقف على القبر بتاعك ربع ساعة، حتى ربع ساعة والله ما هيقف. وبعد ما بتنزلي في القبر، لما الواحدة بتنزل في القبر يا جماعة شعرها اللي كانت بتتعجب بيقع، حواجبها ورموشها بتقع، عينيها اللي كانت بتسبلها وتكحلها بتتنفخ وتنفجر وتسيل على خدودها على جانبي خدودها، مفاتن جسمها اللي كانت بتبرزها من تحت الهدوم الدود بيقعد ياكل فيها شهور، وجبة غذائية متكاملة العناصر للدود، كل ملمح من الملامح اللي انت تزينت بيها ضد في ضد دين ربنا سبحانه وتعالى كلها هتبقى في القبر شكلها ايه. واللي كان بيبصلك في الدنيا لو بص عليك في القبر هيقول ايه؟ ده هيترعب من المنظر والله يا جماعه. طيب ويوم القيامه؟ يوم القيامه الرسول بيقول يلعنهن، يعني مطفوده من رحمه ربنا، يعني يوم القيامه في وسط العطش وانت هتموت بالعطش عايزه ميه من ايد النبي؟ ممنوع. ليه؟ اصل دي رحمه وانت مطفوده من الرحمه. هتموت بالحر عايزه واقفه في ظل عرش الله؟ ممنوع. ليه؟ اصل دي رحمه وانت مطفوده من الرحمه. ده انت هتدخلي تعرضي على ربنا ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء على ما كان عليه من ثياب. يعني انت الثياب اللي انت ماشي بيها الوقت دي تبعثي بيها؟ طب ليه ابعث بيها ازاي؟ عشان تتميزي، ما الناس بتبعث عرايا اصلا. ولكن اذا كان ذنب من مثل هذا المنظر ممكن العبد يبعث بالثياب بتاعت المعصية عشان يميز فرض المحشر، تميزي يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والاقدام. هتدخلي تتعرض
على ربنا كده ازاي؟ هتروح تشربي من ايد النبي على من حوض النبي ازاي؟ هيشوفك هيقولك سحقا 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 لمن بدل وغير بعدي. النبي هيقولك بقى انا ضيعت عمري وضيعت حياتي كلها، ضحيت بحياتي كلها عشانك، عشان انت تطلعي مسلمة ملتزمة. بقى انا صبرت على الاذى 23 سنة للنهار، والصحابة ضحوا بكل حياتهم ومالهم وجهدهم عشان انت تطلعي مسلمة ملتزمة وتجيلي على الحوض بتاعي بالمنظر ده. بقى انا افضل احارب اليهود طول حياتي وانت تبقي سكينة في ايد شارون يطعن بيها في قلب الاسلام. يعني ايه سكينة؟ ده اشد من شارون. ده شارون بيقتل المسلمين بيدخلهم الجنة، انت بتدخلهم النار. ده شارون بيضيع لهم دنيتهم، انت بتضيع لهم اخرتهم. ترضي انك انت تقومي بالدور ده؟ ترضي؟ ولو انت مختمرة او منتقدة يبقى انت خنجر في قلب اعداء الاسلام. عايزة تبقي سهم في قلب الاسلام ولا سهم في قلب اعداء الاسلام؟ عايزة تبقي ايه؟ عايزة تبقي ايه يا اختي غير الصراط بقى؟ هتعدي ازاي من على الصراط؟ تظن هيبقى هتعدي ازاي؟ اوعى تستهيني. يا جماعة ادم خرج من الجنة بصبرة. يا جماعة ابليس طرد من رحمة الله بسجدة. يا اخوانا في امرأة حبست في النار بغرة. يا اختي في الله في رجل هوى في النار 70 خريف بكلمة. ده خادم رسول الله اشتعل عليه قبر نار بشملة. حدش يستهين، حدش يستهين. قبرك يا اما روضة من روضة الجنة يا اما حفرة من حفر النار. بتبرجك ده ملك اليمين ولا ملك الشمال اللي بيكتب؟ ولو ملك الشمال اللي بيكتب يبقى امرك هيبقى ايه؟ امرك هتعملي هتستحملي عذاب الله ازاي في النار؟ مستنية النار. انت مستنية ايه؟ مستنية جهنم؟ مستنية جهنم؟ ده حر نار الدنيا. ليه الشمس اكتر حاجة في نار الدنيا؟ الواحد ساعات والله يا جماعة بيبص قدام الفرن كده وهو مولع يقول يا الهي لو واحد اتقال له انت هتدخل تعيش هنا هيتجرجر ازاي وهيقاوم ازاي وهيتسحب على وشه ازاي؟ منظر مفزع. هتستحمل ازاي؟ انا عايزك بس قبل ما تحط مكياج تروحي المطبخ، حط المراية في المطبخ، بلاش تحطيها في اوضه النوم، حطها في المطبخ ولعي البوتاجاز وحط ايدك على الشعلة. لو استحملتها حط مكياج. ازاي تجرؤي؟ ازاي مش ازاي ترضي ان جسمك يبان؟ ازاي تجرؤي ان جسمك يبان او مفاتن جسمك تبان ولو من تحت الهدوم؟ ازاي؟ الم تعلمي ان طعام اهل النار نار؟ الم تعلمي ان ثياب اهل النار نار؟ الم تعلمي ان فراش اهل النار نار؟ الم تعلمي ان شراب اهل النار نار؟ انت مش عارفه ان هي نار ولا ايه؟ مش عارفه ان هي نار يا اختي؟ كبري في اي حاجه اللي في مصيرك، كبري في اي حاجه واستهيني باي حاجه، انما ما تستهتريش بمصيرك وانت واقفه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. غير يا جماعه ان نار الشمس دي، ده نار الدنيا الشمس من على بعد 93 مليون ميل، نار القيامه الشمس من على بعد ميل، يعني فرن. نار جهنم 70 مره قد الشمس بس مش على بعد ميل، والعياذ بالله والعصا جواها بيتشوا فيها، والعياذ بالله. مين اللي يستحمل هذا الحر؟ وايه هو الاكبر، جهنم ولا الجنه؟ ايه الاكبر يا جماعه؟ الاكبر الجنه بما لا يوصف من المساحه. جهنم اصغر من الجنه. طيب عدد اهل الجنه اكثر ولا عدد اهل النار؟ عدد اهل النار 999 قصاد كل واحد غير ملائكة العذاب هنا وملائكة الرحمن، يعني عدد اهل النار اكثر بكثير جدا. طب حجم الكافر في جهنم اكبر ولا حجم المؤمن في الجنة؟ المؤمن في الجنة 70 ذراع، انما الكافر في جهنم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرسه مثل جبل احد. لما الواحد بيقعد يتعور في جلده ويتعور ويتعور الجلد بيتخن، يفضل يتخن يتخن لغايه ما يبقى ضرسه مثل جبل احد. يعني تخيلوا النار دي صغر حجمها مع كبر عدد اللي فيها مع عظمه اجساد اللي فيها، يعني ده كربسه فوق بعضه بقى. ده مش بس حر نار. فالذين كفروا قطعت لهم ايه؟ ثياب من نار. ده نوع من انواع العذاب. تخافي ان هو يتعمل فيكي ولا لا؟ طب ما يتعملش فيكي ليه؟ مش الجزاء من جنس العمل؟ قطعت لهم ثياب من نار قصاد ثياب التبرج اللي لبستيها، يصب من فوق رؤوسهم الحميم قصاد من فوق راسك الكوافير اللي انت عملتيه على شعرك، يصهر به ما في بطونهم والجلود. الجلود من بره جسمك اللي بينتيه، يبقى الداخل والخارج. كل ده عذاب في جهنم، كل ده عذاب في جهنم والله يا جماعه. ده غير ان الرسول قال صنفاني من ايه؟
من اهل النار. اهل النار يعني ايه؟ لما اقولك اهل هذا البيت يعني مش ساكنين بقالهم يوم، ده بقالهم سنين عشان يبقوا من اهل هذا البيت، يعني القعدة في جهنم لذنب التبرج سنين طويلة. واهل البيت يعني اللي عمروا الصالون وعمروا الانتري وعمروا الحمام وعمروا المطبخ، يعني البيت كله اهل بيهم، يعني جميع انواع العذاب في جهنم تأهل بالمتبرجة والعياذ بالله. طب مين اللي يستحمل العذاب ده؟ مين اللي يستحمل هذا العذاب؟ وليه؟ وايه اللي يستاهل؟ ايه ومستنية ايه عشان تفر من هذا العذاب؟ مستنية ايه؟ ده كل العذاب ده وكل هذا العذاب، وكان ليك قصر في الجنة ضاع عليك، ما من عبد الا وله بيت في الجنة وبيت في النار. انت دلوقتي بيت النار بتاعك، طب بيت الجنة امرأة عفيفة طاهرة نقية هي اللي سكنته. ده انت لو انت قطعت ربنا وتعففتي جمالك في الجنة هيبقى لا يوصف. لما تقرأي نصوص جمال الحور العين هيجوا ايدول في جمالك، شعرك هيبقى جمال شكله ايه؟ ده النصيف على رأي الخمار على الراس كده خير من الدنيا وما فيه. ما بالك لو شعرك كشف، عيناكي شدة سواد النين وشدة بياض العين وشدة وسع العين وشدة جمال ورسمة العين هيبقى شكلها ايه؟ صغرك هيبقى جماله شكله ايه؟ ده انت ريك لو تفلت في البحر يبقى عذب. زوجك قوته يعني وحبه ليكي وحنانه عليكي وكل ده، كل النعيم ده تضيعيه ليه؟ كل النعيم ده تضيعيه ليه؟ في يا جماعه نساء قضوا حياتهم كلها، حياتهم تروح بس حجابهم ما يروحش. امراه كانت في سفينه في البحر وهي جايه الى مصر والسفينه بتغرق وجوزها بيشدها من الاوضه عشان تطلع تجري، قالت له لا اجري اجيب النقاب بتاعي، قال لها تغرقي، قالت له الا نقابي، انا اموت اموت وانا لابسه النقاب بتاعي والقى الله بالنقاب اشرف ليه عند الله سبحانه وتعالى. وصممت انها تنزل تجيب النقاب بتاعها. يعني في اخوات كتير الواحد يعرفهم يا جماعه بيلبسوا النقاب على السلم من شده حرب اهاليهم عليهم وتصميمهم على لبس النقاب بيلبسوه على السلم عشان ما يقولوش لاهاليهم او عشان اهاليهم ما يحاربوهمش. يعني نذكر قصه توبه شمس البارودي. شمس البارودي كانت ايه يا جماعه؟ كانت ايه؟ بس لما دقت اول مره في حياتها لبست الحجاب الشرعي وكانت مسافره تعمل عمره، اول مره في حياتها تلبس اللبس الشرعي ده وهي بتطوف حوالين الكعبه، بتقول فاخذت دموعي تنهمر، اول مره تجرب الاحساس الجميل ده، اول مره تجرب الاحساس الرائع ده، الاحساس المبهر ده. فليقولوا عن حجابي، يقول اللي هم عايزين يقولوه، يتريقوا يسخروا، لا وربي لن ابالي، لن ابالي باللي هيقولوا صحباتي ولا اللي هيقولوا اهلي ولا اللي هيقولوا خطيبي ولا اللي نفسي هتوسوس بليا، لا وربي لن ابالي، قد حماني فيه ربي وحباني بالجلال ملكه. المنقبه دي يا جماعه او المختمره والله العظيم بتبقى ماشيه ملكه ماشيه في الشارع، منظر ملكي، ما هوش منظر بني ادم عاديه ماشيه في الشارع. يعني ايه اللي يحرمك من هذا المنظر الملكي؟ ايه اللي يحرمك من وتابت الى الله وبقت ايه؟ بقت داعيه الى الله سبحانه وتعالى. ربنا اكرمنا هذا الكرم، فعايزين نتوب الى الله، عايزين نتوب. القطر الوقت لسه في المحطه، احنا واقفين في محطه التوبه والقطر لسه مهدي واقف شويه والقطر هيروح، ولو راح القطر خلاص مش هنلحقه تاني. فرعون ما تابش، ولما القطر عدى وجي يتوب ويقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، جبريل بيقول لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فلو رايتني يا محمد وانا اضع الطين في فمه مخافه ان تدركه الرحمه. ليه؟ خلاص القطر فات عليه، عايز يركب بعد ما القطر فات، ما عادش ينفع، ما عادش ينفع، القطر فات خلاص. فالحق اركب في قطر التوبه قبل ان ينفذ هذا القطار. ده احدى الصحابات ام سلمه بتقول للرسول يا رسول الله الازار بتاع الرجاله لغايه الكعبين، طب احنا نعمل ايه؟ قال لها يرخينا شبرا، طولي شبر شويه، يعني تبقى العبايه ده كده توصل للارض. قالت له اذا تنكشف اقدامنا. قال لها ده خايفه ان مشط رجليها يبان، ده زعلانه ان مشط رجليها يبان. شايفين العفاف يا جماعه؟ فاكره المراه اللي كان عندها صرع اللي راحت للرسول قالت له يا رسول الله ادعو الله ان يشفيني، قال لها اصبري ولك الجنه. اصبر اه الجنه وماله؟ بس يا رسول الله انا بتكشف، يا رسول الله انا بتكشف لما بتجيني نقطه الصرع. صبرت على الصرع ولم تصبر على التكشف، صبرت على مرض التشنجات وعض اللسان ونسف الدم من اللسان، وما صبرتش على ان جزء من جسمها يبان وهي مريضه معصوره مش بمزاجها. يبقى احنا هنعمل ايه؟ واحنا هنروح فين؟ السيده عائشه بتقول يعني نساء الانصار يرحمهن الله اول ما نزلت ايه الحجاب وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروتهن، ما استنوش يروحوا تاني يوم ينقوا طرح، لا لا لا، كل واحده طلعت ثوب من اثوبها شقته نصين فاختمرن به.
في ثانية. لا واحدة قالت بقى استنى ما ليلة العمرة اعيش على مزاجي، ولا واحدة قالت استنى ما اتمتع بجمالي شوية، ولا واحدة قالت عشان البس اجمل فستان في اجمل ليلة في عمري، ولا واحدة قالت لا المكياج ومش هيجيلي عريس مناسب لو ما حطيتش مكياج، ولا واحدة قالت جوزي مش راضي ولا خطيبي مش راضي، ولا فكروا في الكلام ده خالص. على طول قال الله سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا فورا. فانت مستنيه ايه بعد كل ده؟ مستنيه ايه؟ ايه اللي انت منتظراه من الله سبحانه وتعالى؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. عارفين يا جماعة تبرج الجاهلية الاولى كان ايه؟ انتوا عارفين كان ايه تبرج الجاهلية الاولى؟ حد منكم يعرف تبرج الجاهلية الاولى؟ يعني كانت المرأة بتلبس الطرح على راسها يبدو حتة كده من مقدمة راسها وعنقها، انما لا عمرنا سمعنا ان مرات ابو جهل لبست بابي، ولا مرات ابو لهب لبست استريتش، ولا والله كانوا يرضوا يلبسوه. والله اللبس اللي بتلبسه المسلمة دي ده الوقت ما كانوا يرضوا يلبسوه. المسلمة الوقت ما بتتعرفش من غير المسلمة في الشارع من كتر اللبس اللي هي لبساه، من كتر ما هو لبس بعيد عن دين الاسلام وملة الاسلام وعن رضا الله سبحانه وتعالى. تبرج الجاهلية الاولى. طب امال لو السيدة عائشة بقى، ولا السيدة عائشة دخل عليها ستات لابسين نقاب بس رؤية شوية، قالت لهم ما هذه ثياب المؤمنات؟ لا ده ما كانوش لابسين الحاجات اللي فوق دي ولا الحاجات اللي بره دي، دول لابسين نقاب. بتقول لهم ده مش لبس المؤمنات، المؤمنات يلبسوا ثياب تقيله ما تصفش عن 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 صفات جسمهم من تحت، هو ده لبس المؤمنات. امال لو السيده عائشه جت دلوقتي وشافت ده هتقول ايه؟ هتقول ده ثياب ايه بس؟ هتقول ايه؟ وتبرج الجاهليه الاولى ده بالنسبه لبعض الفتيات دلوقتي بقى حاجه جميله لو عملته. يعني يا اختي في الله ان شاء الله توبي الى الله، واول خطوه بس يعني ايه؟ ده تبرج الجاهليه يا جماعه، ده تبرج الجاهليه، ده اللي انت هتلبسيه، ده الخطوه الاولى بتاعتك. يعني اذا تستنيش ان الشيطان يضحك عليك. الحجاب يا جماعة عدد حسنات شغال بلا توقف. كل واحد كان هيبصلك لو متبرجة وما بصلكيش لانك محجبة خدت حسناته المليون حسنة اللي احنا قلناهم. البنت بتاعت اعدادي شافتك باللبس ده قالت هطلع زيك في ميزانك. لا ده في واحدة تانية متبرجة شافتك قالت هطلع زيك، بيبقى منظر جميل منور كده في ميزانك. يا بختك عند ربنا، يا بختك بقصر في الجنة، يا بختك بقربك من رضا الله سبحانه وتعالى، يا بختك بعدد الحسنات اللي انت خديها. ده عدد حسنات لا يتوقف شغال طول ما انت محجبة، عبادة مستمرة، عبادة طول ما انت ماشية بالحجاب بتاعك، طول ما انت عدد حسنات. عكس التانية، عكس المتبرجة الثانية. يبقى اذا يا جماعة مش عايزين نستنى بقى، مش عايزين نستنى يا اختي تستنى ما الشيطان يجي يقولك انت، هو بيجي يقول لها ايه؟ بيجي يقول لها وهي لسه بنت كده انت لو ما حطيتيش مكياج ما مش عارف هيجيلك. امال ايه؟ ومحدش هيبصلك وهيجيلك عريس اي كلام. طيب جالها عريس واتخطبت؟ لا، حماتك لو شافتك من غير مكياج على طول هيهرب منك، ولو شافك من غير مكياج خلاص ما عادش هيبقى ليك قيمه عنده. طب بعد ما تتجوز؟ لا، ده البنات مالية الشارع، افضلي حطي مكياج في الشارع عشان جوزك يفضل يشوف الجميله. يا سلام، ده ايه ده؟ تعيس عبده الدرهم والدينار، تعيس عبده المكياج. المكياج هو اللي بيعمل لي وضع وسط المجتمع، والمكياج هو اللي هيجيب لي عريس حلو، والمكياج هو اللي هيخلي جوزي يحبني وما يبصش لغيري، والمكياج هو اللي هيخليني بدي ستايل. يا جماعه ذلكم الله اللي بيجيب عريس وبيجوز وبيسعد، هو الله سبحانه وتعالى. تعيست عبدة المكياج، هل يستويان؟ واحدة كحلت عينيها بواحدة غطت عينيها، واحدة كحلت واحدة زوقت شفايفها وخدودها بواحدة غطت شفايفها وخدودها، واحدة وشها طاهر نقي ماء الوضوء هو اللي غسله ومفيش اي مكياج عليه، بواحدة حط مكياج صارخ حط حوالي 15 ولا 10 انواع مكياج في وشها، لو عندنا اول وقت انه فوق العشرة، هل يستويان؟ دي تستوي بدي؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ مين اللي أحق إن هي تقول العريس هيجيلي؟ دي ولا دي؟ والله يا جماعة أي دفعة من دفعات الجامعة يعني شوفوها كده، أي دفعة من دفعات الجامعة لو جيتوا تشوفوهم بعد سنتين من التخرج تلاقوا كل الملتزمات اتجوزوا. طيب والاخوات التانيين للاسف بعدين، للاسف. طب ليه؟ 99% من الحالات بتلاقي هذا المنظر. الوقت الشباب حدو بيخافوا. اه والله، يعني دي كلمه يا اختي بقولها لك بصراحه، الشباب بيخافوا. يعني كان في واحد ماشي ورا مجموعه بنات كده داخل سيكشن، فواحد صاحبهم كان لسه خاطب، فلقاهم بيقولوا ايه؟ يعني هم يفضلوا يقعدوا يكلمونا ويمشوا معانا ويضحكوا معانا، واما يجوا يتجوزوا يروحوا يشوفوا غيرنا بيتكلموا بقهر. اه هو دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. وكان ولد يعني قبل
قبل ما يلتزم بيتكلم مع بنت في النادي فبتقول له انت هتتجوز؟ قال لها احنا لا يمكن اتجوز بنت من النادي. قالت له ليه؟ طبعا اتغاظت. قال لها لا يا بنتي بنات النادي احنا مش بنشتم في بنات، انا بقول لك راي الشباب، انا مش بقول رايي، انا بقول راي الشباب، بقول لك الشباب بيفكروا ازاي، بقول لك الشباب بيبصوا ازاي للبنطلون. اوعى حد يضحك عليكي، اوعى الشيطان يضحك عليكي، اوعى الشيطان يلعب بعقلك يا اختي في الله، يا اختي في الله. الكحل مش هيغير اسمك كتب من 50,000 سنة، الايلاينر والايشادو مش هيغيروا اسمك كتب من 50,000 سنة، الروج وكريم الاساس مش هيغيروا اسمك كتب من 50,000 سنة. مفيش حاجة هتغير قدر الله سبحانه وتعالى. خليكي مع الله، خليكي مع ربنا سبحانه وتعالى. الله قادر، الله الله بقدرته نجى ابراهيم من النار ما يجيب لكش عريس، الله بقدرته شق البحر الموسى ما يجيب لكش عريس. بقف قدام المراية كده وانت بتعديل الحجاب بتاعك وبتعديل نفسك عشان ما فيش حاجه من جسمك تبان، قولي عشانك يا رب انا عملت كده عشانك يا رب. ومن ضحى لله بشيء عوضه الله ما هو خير منه. خليك انسانة تقية لله. خطيبك ولا ربنا؟ جوزك ولا ربنا؟ اهلك واصحابك ولا ربنا؟ عايزين نفكر تفكير حقيقي يا جماعة، تفكير نقف بيه من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وقف في الدور الخامس وبصي لواحدة صاحبتك تحت صغيرة، طب الدور العاشر صغيرة، طب اقف من برج القاهرة زي النملة، طب من فوق 7 سماوات انتوا باينين قد ايه؟ انتوا ايه من فوق 7 سماوات؟ الله قدرته عليكم شكلها ايه؟ ولكن بعد كل ده انا مش عايزك تلبسي الحجاب خوف قد ما عايزك تلبسي حب لله سبحانه وتعالى. فيعني انا مش عايزك يا اختي تحس ان انا بشد عليك، والله يعلم الله سبحانه وتعالى كل ده خوف عليك وكل ده شفقة عليك من عاقبة هذا الذنب العظيم، بل هذه الجريمة، بل هذه الجريمة العظيمة. المكياج البنت تقول لك ايه يعني المكياج الخفيف؟ ازاي يا بنتي؟ ده ربنا بيقول والقواعد من النساء اللي عندها 70 سنة ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني بشرط ان ما يحطوش برضو زين، بشرط ان هم يتمكيجوش. اللي عندها 70 سنة ربنا حرم عليها المكياج وهيحلهولك انت باي تفكير يا جماعة؟ البنات فعلا مستعبدات للمكياج، متهيألي المكياج ده اللي هيجوزها. والله هذا كذب، والله هذا كذب. واكتر من 3/4 او نص المسجد اللي قاعد قدامي دول لو شاف واحدة ساعة ما يجي يتجوز في وشها نقطة مكياج ما هيتجوزها. يا جماعة بخلاص يا اختي في الله، ما عادتش هذه نظرة الشباب، ما عادتش هذه نظرة الشباب المتدين. الشباب المتدين دي مش نظرته، واللي مش متدين ربنا معاقبه بيصلبه معهوش فلوس فما بيتجوزش، فدول اللي بيتجوزوا دلوقتي. يعني هيجيلك الشيطان الحقيقة قبل ما الشيطان يجيلك ويضيع نور الايمان اللي دخل قلبك وبدا صدرك ينشرح للايمان. هيجي يقولك خطيبي لو انت مخطوبه مش هيوافق. طب لو خطيبك قالك مش هجيب اوضه سفره هتقولي معلش اصله مش هيوافق؟ هتعملي في ايه؟ ده في جوازات بتبوظ بسبب النيش بتاع الكوبايات ده، جوازات بتبوظ بسببه. يعني انت اشمعنى اصريتي في حاجات الدنيا قوي؟ طب لو انت تقدم لك واحد خطبك وقال لك البسي نقاب هتلبسيه؟ والله العظيم يعني عشان البشر تلبسه وعشان ربنا ما تلبسيش. طب هتقولي لي جوزي، جوزك ايه يا اختي في الله؟ يا جماعه انتوا بتلاقوا الاخوات في بيوتهم ما بيحطوش مكياج اصلا، واما تيجي تخرج النساء يعني تحط مكياج كامل. طب جوزك فين بقى؟ ما هو لو جوزك هتحطي له في البيت، انما ده انت بتحطي وانت خارجه بره البيت مش وانت جوه البيت. هتقول لك اه الشيطان هيروح لاهلك، طبعا هو هيسيب اهلك، هو هيخلي اهلك وصحباتك وكل معارفك وقريباتك. انت هتضيع نفسك يا بنتي، انت هتستشيخي، انت هتضيعي جمالك. اقفي واصمدي، اوعي تسيبي اي حد ياثر في عزمك واقبالك على الله سبحانه وتعالى، اوعي حد يخوفك. يا موسى اقبل ولا تخف، اقبلي ولا تخافي على الله سبحانه وتعالى، اوعي تخافي. شوف المسلمات ضحوا بايه. ام سلمة ضحت بجوزها وابنها عشان ربنا، وام سليم ضحت بمهرها وشبكتها وقالت مهري الاسلام عشان ربنا. وبنت وسمية، سمية طعنت من ابو جهل بعد ما عذبها عشان ربنا وضحت بحياتها كلها عشان ربنا. ماشطت امرأة بنت فرعون ضحت باولادها يترموا في الزيت المغلي قدامها عشان ربنا. انت هتقدمي عشان ربنا؟ بلاش بلاش اهل الحق، خلينا في اهل الباطل. البنت اللي ماشيه بستريتش وباضي بره دي 1000 شاب بيتريق عليها في كل نزله وبتنزل برضه بالمنظر ده. طب ما تستحملي بقى انت عشان ربنا سبحانه وتعالى. اول واحده خلعت الحجاب دي خدت تريقه قد ايه؟ وخدت شتيمه قد ايه؟ وخدت معارضه قد ايه؟ اول واحده لبست استريتش خدت سب من
المجتمع كله من اهلها قد ايه واستحملت عشان الشيطان وعشان هواها. انت ما تستحمليش عشان ربنا سبحانه وتعالى، وهتستحمل الاجل محدود لغايه ما يتقدم لك واحد ملتزم. طول ما انت ملتزمه هيتقدم لك الملتزمين، يتقدم لك واحد ملتزم ساعتها فعلا هتدوق الجنه في الدنيا. انما تتجوزي شاب تافه من يومين على المشايه، شاب فاضي بتاعه جاب له تليفون بكاميرا فشاف بنت حلوه ماشيه مع مامتها فجاري عايز يصورها، يعني لو سمحت يا عمته بس سيبيني اصور. فالست بتزقه، فبتزقيني ازاي انا بعمل ايه اصلا غلط؟ فبدا يزقها ويصور غصب عنها لغايه ما صور الصوره غصب عنها بقت شكلها والولاد دخلوا في بعض واحد كتفه اتخلعوا. شايفه التفاهه؟ شايفه السفاهه؟ شايفه التدني؟ ايه ده؟ عايزه تتجوزي واحد كده؟ حط مكياج لو انت عايزه تتجوزي واحد كده، لو هي دي النوايا اللي انت عايزاها حط مكياج زي ما انت عايزه واعملي وخافي من خطيبك وخافي من جوزك ولكن لا تخافي من الله سبحانه وتعالى. طب انا لو عايزه اشتغل، انا دكتوره، انا دكتوره اشتغل ازاي وانا لابسه نقاب؟ يا جماعه الجراحين والجراحات بيقفوا في اوضه العمليه لابسين نقاب، عارفين كده ولا لا؟ بيلبسوا البتاع اللي بيغطي لغايه العين النقاب، لا هي بتقول نفس اتخنق واتكتم منه ولا هو بيقول ايه التخاب. محدش بيقول كده ليه؟ عشان الضروره الطبيه، عشان الضروره، عشان حمايه النفس من اخطار الدنيا. طب حمايه النفس من اخطار الاخره؟ عشان حمايه النفس من اخطار لقاء الله سبحانه وتعالى وانت عاصي لله سبحانه وتعالى. يعني كل اي شبهه تقوليها، اي منع في صدرك، اي حاجه الشيطان هيقولها لك، انا عايز اتمتع بشبابي وليله العمر. ليله العمر ايه يا بنتي؟ وتتجمع تتجوزي ايه؟ البنات كانوا تحت العمارة في دمياط، العمارة وقعت في ثانية، كان منهم نصهم بيقولوا هنتحجب اما نتجوز، نصهم على الاقل كانوا بيقولوا هنتحجب اما بالتأكيد، وبعد كده ما لحقوش يتحجبوا قبل ما يتجوزوا، ولا لحقوا يتجوزوا اصلا، حد يضمن اجله ساعة واحدة بس عشان يقول اما انت بتسوفي في جريمة، في كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعف اخواتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان تنشرح صدور الاخوات لمثل هذا الكلام باذن الله سبحانه وتعالى. فاوعى تستني، اوعى نفسك تضحك عليكي، اوعى الشيطان يضحك عليكي وما تستنيش. شروط الحجاب الشرعي السليم، عشان الكلمة دي انا بقولها من حوالي 40 درس من يوم ما بدأنا بفضل الله، وخلاص قربنا نوصل لمحطة رمضان الجاي ان شاء الله، 5 دروس ان شاء الله يا جماعة. خلاص من 40 درس بقول الحجاب الشرعي السليم، وهم يقولوا يعني ايه الحجاب الشرعي السليم؟ قال احنا هنقول الحجاب الشرعي السليم يعني ايه؟ اول حاجة الاشارب بتاعك يكون طرحة سابغة تغطي حوالي نص جسمك. يا جماعة مش شرط لما بقول خمار، مش شرط صورة الخمار اللي احنا بنشوفها، لو لبستي المواصفات اللي انا بقولها ديت هتبقي انت ان شاء الله محجبة. يبقى الاشارب السابغ اللي يغطي حوالي نص جسمك على الاقل مغطي النص الفؤاد، بعد كده ما يبقاش مخرم ومثقوب، ما يبقاش اشارب صغير وتدخليه من جوه الهدوم كده وجزء من صدرك يبان، ما يبقاش مطرز، ما يبقاش الوان الضيف في الباب، لا ما يبقاش الكلام ده كله. طيب وبعد كده العبايه، العبايه عارفه استال الصلاه اللي انت بتلبسيه؟ هي دي بالظبط، انت واقفه بين ايدي ربنا في استال الصلاه، وانت واقفه بين ايدي ربنا وانت في الشارع نفس استال الصلاه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وبيقول يدنين عليهن من جلابيبهن، مش تونك ولا بنطلون ولا بلوزة، جلابيب، جلباب، عباية، عباية واسعة سابغة، هو ده اللبس بتاعك. لا تصف ولا تشف. يعني ايه لا تصف؟ يعني بتبين ملامح جسمك من تحت. طب يعني ايه لا تشف؟ يعني بتظهر بقى، لا تصف يعني مش مبينة ولكن معرفة الناس ملامح. لا تشف يعني زي الشيفون كده مبين اللي تحته، والعياذ بالله، والعياذ بالله، كان المراه ماشيه عليها في الشارع مبين اللي تحته. طيب ده الرسول عليه السلام اهدى لامراه اسامه، اهدى لها يعني قبطيه كثيفه، ثوب كده تقيل، فهو اهدى لاسامه، فلما لقى سيدنا اسامه ما لبسوش قال له يا اسامه ما لك لم تلبس القبطيه؟ فقال اني اهديتها لزوجتي. الرسول قال له مرها، امرها فلتلبس تحتها غلاله، الثوب الكثيف ده تلبس تحته ثوب تاني عشان ايه؟ شوف الرسول قال ايه؟ شوفي كلمة رسول الله عشان تعرفي شروط الحجاب من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اني اخاف ان تظهر حجم عظامها. انا خايف تبين حجم عظمها من تحت الهدوم. يعني ايه؟ يعني الجلباب ده، العباية دي ما تعرفش اللي يبصلك انت تخينة ولا رفيعة.
شرط يا جماعة شرط. ده الحجاب، ده الحجاب اللي ما يفتنش. اي حاجة تانية هتفتن اللي هيبصلك ما يعرفش. والاخوات غالب الاخوات العبايات بتاعتهم بتلاقي كده فعلا، ما تعرفش يا تخين ولا رفيع. يعني حتى الاخ ممكن يتقدم لاخته ويحسبها رفيع جدا ويفاجئ بعد الزواج ان بتحصل والله. يبقوا خدوا بالكم الموضوع ده كويس. يعني فلا تشف ولا تصف. الحاجة الرابعة يعني عشان اكلمك بصراحة، من عند الصدر من الاعلى ما يبقى واسع جدا. طب الوسط؟ مفيش وسط، مفيش حاجة اسمها وسط للعباية اللي انت نفسها. وسط دي يبقى انت دخلت في تقسيم الجسم. طيب والطول بتاعه طويل بحيث انك لو قعدت جزء من رجلك ما يبانش. طب الوانه؟ البس اللون اللي انت عايزاه، البس، ولكن اياكي والالوان اللي هي داخلة في بعضها والحاجات الغريبة والكراهة، اياكي وهذه الالوان العجيبة. انما البس اللون اللي انت عايزاه، فيش حاجة حرام عليك، ولكن الحرام انك تلبسي حاجات متداخلة وحاجات ملفتة تخطف عين اي حد يبصلك. يبقى ده اول حاجة شروط الحجاب. تاني حاجة مفسدات الحجاب. ثلاث مفسدات يجيبوا الحجاب بتاعك في الارض. الحاجة الاولانية البرفان، العطر، العطر العاصف. الحاجة التانية المكياج بكل انواع المكياج بما فيه المونيكير. الحاجة التالتة الكعب العالي. التلات حاجات دول مفسدات للحجاب. يعني ما تبقيش عاملة زي الصامت لغاية العصر، ما ينفعش، لازم تكملي المغرب، صلت الظهر ركعتين، ما ينفعش لازم اربع ركعات، حجاب كامل، حجاب شرعي كامل. درجات الحجاب يا جماعة ثلاث درجات، في حجاب المرأة الصالحة، وفي حجاب المرأة المصلحة، وفي حجاب المرأة السابقة. حجاب المرأة الصالحة اللي هتلبسي عباية حلوة واسعة، وهتلبسي إشار كبير وواسع ما يبينش جزء طبعا من مقدمة شعرك ابدا، وهتقل هيشوفك هيقول ده بنت محترمة وبنت ملتزمة. ده حجاب الصالحة. حجاب المصلحة اللي هو النقاب او الخمار، النقاب الخمار، الخمار بقى الخمار اللي حتى لابسه معاك وانتي، اللي بيبقى منظر كده اللي يشوفهم يقول ده الالتزام انتشر، مش يقول انت كويس، لا يقول ده الالتزام انتشر في المجتمع. عنوان على الالتزام، بقيت عنوان على دينك. خدوا بالكم يا جماعه النقاب ده مش قضيه سهله. انا دايما بقول يا خمار يا نقاب، انما خدوا بالكم النقاب ده يعني زوجات النبي كانوا لابسين ايه؟ قولوا كانوا لابسين ايه؟ نقاب. بنات النبي كانوا لابسين ايه؟ نقاب. زوجات الصحابه كانوا لابسين ايه؟ نقاب. بنات الصحابة كانوا لابسين ايه؟ نقاب. النساء المسلمات 1400 سنة لغاية ثورة 19 كانوا لابسين ايه؟ نقاب. يعني يا جماعة كلمة النقاب دي مش كلمة سهلة. اوعى تفتكر ان ده النقاب ده شرف ليكي، ده النقاب ده منقبة، بس مش المنقبة اللي تلاقيها مغطية بقها وباقي جسمها وشها، او تلاقيها مغطية نص وشها وكشف نص وشها كأنها مترددة. النقاب اللي فرض ولا الخمار فقالت تقف في النص بين الاثنين. لا يا جماعة، النقاب النقاب، النقاب الحقيقي اللي مش حاطه لي كحل في عينها، لا 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 لا، النقاب اللي فيه تقوى لله سبحانه وتعالى، النقاب الشرعي، النقاب السليم، نقاب امهات المؤمنين رضوان الله عليهم. يعني برضو يعني والله في قول واحد يقول لك ايه، هو نقول اكثر فتنه الايد ولا الوش؟ الوش ده مجمع المحاسن. يقول لك طب ازاي ربنا يامر بتغطيه الايد وكشف الوش؟ كلام برضو يعني كلام عايز يتسمع كده وتفكري فيه. انا مش عايز اضيق واسع. الفقهاء اختلفوا، قالوا نقاب وقالوا خمار، وانت امامك الاثنين. ولكن يعني بالذات في الزمن ده، بالذات في الزمن ده يا جماعه والله، النقاب هو اسلم حاجه للمراه واسلم حاجه للرجل. يعني ده النوع الثاني. النوع الثالث وهو حجاب السابقات، اللي هي تحجبت لبسا، لبسة اللبس اللي احنا قلنا عليه الخمار او النقاب الكامل، وتحجبت سلوكا ومعاملة واختلاطا ونظرا. مش تمشي تكلم الاولاد في الجامعة وتقولها، لا يا جماعة ده مش حجاب يا جماعة. الحجاب انك تحتجب عن الاولاد، تحتجب عن الرجال سواء في المعاملة او في السي، مش بس انك انت لا، الحجاب هو الاحتجاب. طب ليه خير صفوف النساء اخرها في الصلاة؟ لانها ابعد الصفوف عن الرجالة. وليه شر صفوف النساء اولها في الصلاة؟ لانها اقرب الصفوف من الرجالة. فكل ما تقربي من الراجل كل ما تبقي من شر النساء، وكل ما تبتعد عن الرجال في المعاملة كل ما تبقي من خير النساء. عايزينك تاخدي قرار يا اختي، قرار يا جماعة، قرار، تاخدي قرار الليلة كده. هتروحي الليلة طبعا هتقولي المنطق يا ماما، ده النهاردة كانوا بيتكلموا عن الحجاب الشرعي السليم في الجامعة. هتقولي الحجاب الشرعي السليم، انت هتتجنني، انت هتضيعي الشباب. اوعي تقولي لوالدتك ان النهاردة اتكلمنا على الحجاب، اوعي.
والله اوعي تقولي هذه المعلومة. تروحي كده تصلي ركعتين توبة لله، تعهد ربنا فيهم انك هتكملي الناقص عندك من الحجاب، وما تقوليش الخطوة الاولى ان انا البس الاول مش عارفة اللي شرب ليه والخطوة، ما فيش الكلام ده يا جماعة. الخطوة الاولى خمار بجوانت، ده الخطوة الاولى. الخطوة التانية نقاب ان شاء الله. الخطوة التالتة زوج طيب ومتدين واولاد متدينين ومطيعين يسعدوك في حياتك. الخطوة الرابعة الجنة باذن الله. ما هتقولي كده هتضحكي على نفسك والله، وهتقفي في الخطوة دي. خليكي كده، خليكي حاسمة، احنا مش ناقصين استعباد لشهواتنا. وما تقوليليش مراحل، خدي القرار فورا، ما تأجليش، ما تأجليش هذا القرار. بعد كده هتقعدي ما تاخدي القرار خلاص الحمد لله، هتقومي نازلة. انت معاكي فلوس محوشاها بالتأكيد في اي مكان، ما الفلوس دي تنزلي تجيبي بيها طقم واحد بس، عباية وخمار او نقاب واحد. طب انا معيش فلوس، استلفي من واحدة صاحبتك، انزلي اشتري الطقم وما ترجعش على بيتك، ارجع على بيت صاحبتك، غيري الطقم والبسيه وروحي خبطي على البيت كده وادخلي عليهم ايه مفاجأة، عاملة لكم مفاجأة انا النهاردة. طبعا اول ما يشوفوكي توقع الحرب اللي هتقوم عليكي، حرب عاصفة. انت ضيعت شبابك، انت مش هتتجوزي، انت كده محدش هيتقدم لك، انت محدش هيبص لك. خدي بالك لو صخرة متينة حطناها تحت حنفية بتنقط اسبوع واتنين مش هيعملوا فيها حاجة، انما شهر واتنين وسنة هيفتتوها. اوعي تسمحي لاي كلمة انها تدخل ودانك. فاي الفريقين احق بالامن؟ اكتبيها وعلقيها في اوضتك. اقبل ولا تخف، اكتبيها وعلقيها في اوضتك. ويخوفونك بالذين من دونه، اكتبيها وعلقيها في اوضتك. انت دلوقتي مجاهد بالله، انت دلوقتي ربنا من فوق سبع سماوات بينظر اليك بفرح سبحانه وتعالى. انت دلوقتي يا اختي في الله مناضلة، انت اللي على الحق. مفيش واحدة تقول لي طب هم ده لازم اطحهم وامر الامر ايه يا اختي، انما بتحطوا في المعروف امر ايه، تمشي تفتري الشباب في الشارع وتضيعي دينك وتقابل النبي يوم القيامة يقول لك تبقي خنجر في قلب الاسلام، وانا كنت عايزك تبقي تعز الاسلام بيكي، وتقولي لي انما اطيح وتطيعي في ايه، تغضبي ربك عشان تطيعي والدك ولا تطيعي والدتك؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ثم يعني معلش يا جماعة، انت لو طلبت منهم يعني شنطة ولا جزمة ولا حاجة وما جابوها لك، بتقعدي تعيطي اسبوعين لغاية ما يعني بيعملوا المستحيل عشان يجيبوه. عيطي اسبوعين والله، صدقا صدقا بالله، عيطي اسبوعين. مش تقفل على نفسك وطبعا احبسك، الحمد لله وقرنا في بيوتكن، ده انتوا جبتوها لغاية عندي، مش هنوديك الجامعة. يا سلام، الحمد لله اتعتقنا من التعليم والقرف بتاعه، الحمد لله. هنحرمك من الميراث، الحمد لله، قتلي شهادة وسجني خلوة وسفري سياحة باذن الله. خليكي كده انسانة ثابتة على مبادئك، خليكي انسانة كده ذات عزيمة. اوعي حد يهزك، اوعي وانت رايحة كده تقوم واحدة بصالك ضيعتي شكلي، بقى شكلك وحش، تقومي على طول تتقفلي مين، والله بقى شكلك اجمل، اقسم برب شكلك هيبقى اجمل، اجمل بمراحل، زي الشاب اللي يلتحي اهل يبصوا كده شكلك بقى، والله بقى شكله اجمل وارجل وانضق واحسن، وانت بقى شكلك اجمل، وبقى في عينين الملتزمين اجمل واجمل، وبقى في نظر الله من فوق سبع سماوات اجمل واجمل. يعني فاوعى تتهز من مثل هذه المواقف. طب انا مش قادره، خدي اسبوع اعملي فيه التالي. اول حاجه روحي صلي ركعتين توبه، وكل يوم تصلي ركعتين توبه وتدعي ربنا بتضرع فيهم من عينك على نفسك. تاني حاجه تسمعي كل يوم شريط عن الجنه والنار، الجنه والنار، عشان قلبك يتزلزل معاه. تالت حاجه استلفي يعني نقاب او خمار كامل من واحده صاحبتك، واقفلي على نفسك الاوضه والبسيه، البسي كده نقاب كامل كده، وشك صافي كده مفيش فيه مكياج، واقفي قدام المرايه، مش حاسه انك فرحانه، مش حاسه انك نظيفه كده، مش حاسه انك طاهره وعفيفه كده، مش حاسه انك بتقربي من ربنا ونفسيتك بتنضف وبتطهر وبتطلعي، مش حاسه انك عايزه تكسري الدنيا وعايزه تتقربي من ربنا اكتر واكتر، هتحسي باحساس عمرك ما حسيتيه حياتك، مش هيكون عليك انك تقلعيه تاني بعد ما تؤتي جماله اول مره. ابعدي عن صحبات السوء، لان كلمه منهم تضيعك، ابعدي عنهم تماما. يا اختي ده اخطر قرار في حياتك، ده الرسول لما بايع المراه اشترط في البيعه الاول عدم التبرج، ده الف ب دخولك الدين، ده انت كل المطلوب منك في دينك ثلاث اربع حاجات، اما تضيعي الحجاب بقالك ايه في دينك؟ يا اختي في الله اوعي تستعيني بكبيره التبرج. انا عايز افكرك تاني ان الرسول وصف المتبرجه بانها منافقه وانها ملعونه وانها زانيه وانها من جند الشيطان. المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان، بس السلاح بتاعي اللي هدمر بقلوب الشباب خرج،
من جنود الشيطان ولا عزب الله، وانها ليست من اهل الجنة ولن تقرب الجنة، وانها من اهل النار. مستنية ايه عشان تنجي من كل الكلام ده؟ مستنية ايه وبعد ما تلبسي الحجاب الشرعي السليم ده باذن الله كده وتنزلي وتحس ان ربنا فتح عليكي ونزل من خزائن الهداية على قلبك وانار ليك صدرك وقلبك وتحسي يا ده انت رب كرمتني قوي الحمد لله، يبقى لازم حياتي تتغير بعد بقى، لازم ابقى احسن، ولازم ابقى اكثر جدية في الدين، ولازم ابقى اكثر تقدم الى الله. بنام يا رب انت منيت علي المنة العظيمة دي، انا والله هكون شاكرة ليك طول عمري. تشكري ربنا وتغيري حياتك بقى وتبدأي تطلع، لان العقبة اللي كانت في وشك خلاص زالت، العقبة وهي عدم الحجاب اللي كانت في وشك خلاص زالت بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني انا عايز اقول لكم الوقت يا جماعة، يعني احنا في درس يعني لما كنا بنقول المرة اللي فاتت تقدر تبقى بطل وتقدر تقول لا بفضل الله، في ناس ابطال خرجت، في شباب كان عندهم معاصي ضخمة كبائر هيقعوا فيها حسموا العلاقة بينهم وبينها بفضل الله سبحانه وتعالى، في ناس خدت خطوات جدية المرة اللي فاتت. انا عايز النهاردة بقى اقولك هنخرج بكام بطلة النهاردة، هنخرج الليلة بكام بطلة، هنخرج الليلة بكام واحدة تقدر تقول لا، هنخرج الليلة بكام واحدة تقدر تبقى جبل في الصمود والثبات وتقدر تستعلي على شهواتها وتقدر تستعلي على وساوس الشيطان في قلبها. مش هتتجوز ايه؟ ده انت هتتجوز اسرع جواز، ده لما بيحبوا يتجوزوا بسرعة بعد ما يتأخروا في الجواز بيلبسوا النقاب والله العظيم. مش هتتجوز ايه؟ ده انت بإذن الله انتظري فتوح ربنا وعطاءات ربنا عليكي لما تبقي كده فعلا جندي من جنود الدين، لما ترفعي راية الالتزام كده وانت ماشية فعلا لابسة الحجاب الشرعي السليم. هنخرج الليلة يا ترى يا جماعة بكام بطلة؟ يعني والسؤال اللي انا بدأت بيه اول هذا الدرس بعيده مرة تانية على كل اخت موجودة معانا وكل اخت في الدنيا كلها، يا رب يصب ليها يعني هذا النداء. مستنية ايه يا اختي؟ مستنية ايه؟ اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم اهد كل الفتيات الذين معنا في المسجد الان يا رب، اللهم ارزقهم الحجاب الشرعي الكامل، اللهم اشرح صدورهن للهدى، اللهم اشرح صدورهن للهدى يا رب، يا رب اشرح صدورهن للعفاف، يا رب اشرح صدورهن للحياة، يا رب اهد فتيات المسلمين، يا رب اهد المسلمات، يا رب اهد نساء المسلمين يا رب. اللهم انهن فتنة ضل بهن كثير من عبادك، ضل بهن كثير من الشباب، اللهم فاحفظهن من انفسهن واحفظهن من الشيطان واحفظهن من وسوسة الهوى واحفظهن من شياطين الانس والجان، اللهم فحجبهن، اللهم فارزقهن العفاف والحياة، اللهم اعنهن على انفسهن، اللهم مكن لهم في قلوبهن وانفسهن يا رب العالمين. اهد شباب المسلمين، اهد شباب المسلمين، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، اعنا على انفسنا، اعنا على اهوائنا، اللهم ان نفوسنا قد استأسرت علينا وتمكنت منا واذلتنا وحادت بنا عن طريق وحادت بنا عن بابك، اللهم تمكن لنا في انفسنا، اللهم تب علينا، اغفر لنا ذنوبنا كلها، طهر لنا صحائفنا، طهر لنا ذنوبنا، طيب لنا وجوهنا، تب علينا توبة ترضى بها عنا، ثبت لنا قلوبنا، انر لنا قلوبنا، اصلح لنا قلوبنا، اشف لنا قلوبنا، طهر لنا قلوبنا، زكي لنا قلوبنا، انر لنا صدورنا، اشرح صدورنا للايمان يا رب، لا تردنا على اعقابنا خائبين، لا تردنا عن طريقك منتكسين، ليس لنا رب سواك، ليس لنا اله غيرك، يا املنا الوحيد، يا ركننا الشديد، يا كل رجائنا يا الله، انخنا مطايانا ببابك يا الله، القينا احمالنا على اعتابك يا الله، يا الله يا من تسمعنا وترانا وتعلم حالنا وتعلم ضعفنا يا
يا رب افتح لنا بابك يا رب، من علينا بهداية من لدنك يا رب، انه قد اقترب رمضان فبلغنا رمضان، ولا تحرمنا من فتوحك على قلوبنا فيه بذنوبنا، لا تحرمنا بذنوبنا، لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب، بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك ليلا ونهارا، واعنا فيه على تلاوة القرآن ليلا ونهارا، واعنا فيه على الصيام والقيام والتهجد، واملأ حياتنا فيه بعبادتك يا رب العالمين، وبلغنا ليلة القدر واجعلها فتحا علينا في عبادتك وفي نيل رضاك، واعتق رقابنا فيه من النار يا رب العالمين. هذا الدعاء، هذه المسألة، وإنا على ثقة بإجابتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.